FM. الكلمة ليك. كل ما هو اضطراب وكل ما هو إضرار بالمرفق العام وكل ما هو محاولة إعطاء غطاء ولا تبرير للتخريب والنهب. واضح. ونحب إن شاء الله المواطنين متاعنا اللي يسمعوا فينا يميزوا ما بين أنهم يتحركوا باش يحققوا أهداف وهذا معقول، وما بين أنه يقع توظيفهم في صراعات سياسية أو شخصية أو شيء من هذا القبيل. جستمان سؤالي سيعلي، سؤالي من يقف وراء العنف والنهب والسرقة حسب رأيك؟ بالتأكيد الناس اللي تنهب وتخرب ما هيش ناس قاعدة تتظاهر سلميا وما هيش ناس قاعدة تتظاهر في النهار. باش تعرف الفرق ما بين يلندر واحد قاعد يضغط من أجل قضية ويحسس بطريقة ديمقراطية ومدنية، وإلا لا قاعد يستغل في ظرف باش يحقق مكاسب شخصية متاع نهب أو تخريب. شوف الوقت اللي يتحرك فيه وشوف التحرك اللي نظره هو سلمي، معناه بشعاراته سواء كانت وقفة ولا مسيرة ولا غيره، وإلا هو طول يمشي للمحلات بقطع النظر على أصحابها ويبدأ يخرب أو ينهب أو كذا. هذا هو الفرق ما بين الديمقراطية وما بين الفوضى. لا والتونسي ولا يميز سي علي. نعم التونسي ولا يميز اليوم بين احتجاج وبين عمل نهب وحرق وسرقة. اللي ريناه سمى احتجاجات وهذا عادي، والاحتجاجات من الثورة لتو عمرها ما وقفت كما تعرف، الشوارع ديما معبية بالاحتجاجات وبالمسيرات وبالاعتصامات وبضربات الجوع وبغيرها. معنى هذا عادي، ما ينجم حتى واحد يشكك يقول الدولة ما هيش يسامحة بالحريات ولا غيره. لكن الإشكال هو هذه الاحتجاجات اللي تأخذ منحى ليلي، وكما قلت لك موشي في شكل تظاهرة معناها متاع تحسيس وضغط، وإنما في شكل كر وفر على محلات عمومية. صارت برشا حالات من هذا النوع، احنا نندد بالانتهاكات اللي تم. الكلمة ليك.